الأثناء في هذه اللحظات الهامة أبنائنا وبناتنا التلاميذ لطول الابتدائي للعودة إلى مقاعد الدراسة لهذا الموسم الدراسي 2020-2021 في جو استثنائي وفي ظرف استثنائي وفي ظروف وتنظيم استثنائي من خلال وضع بروتوكول صحي وينفذ كما ترون يعني في هذه المدرسة بصرامة حماية لأبنائنا وبناتنا التلاميذ. بالنسبة للدخول كما تلاحظون الآن دخول استثنائي طبعا، ولكن بالترتيبات إن شاء الله رانا نشوفوا باللي الدولة بمؤسساتها واقفة على تطبيق أو على المحافظة على صحة التلاميذ قبل يعني حتى قبل الدور البيداغوجي، يعني جاء تنظيم التمدرس جاء قبله الالتزام بالبروتوكول الصحي. التي توليها الدولة والتي نوليها فيما يخص هذا القطاع، ووقفنا أيضا على كل التحذيرات اللازمة سواء من ناحية المرافق، ضف إلى ذلك بالنسبة للبروتوكول الصحي، ووجدنا أن كل المدارس احترمت هذا البروتوكول. ضف إلى ذلك قمنا في هذه السنة بمجهود كبير على مستوى ولايتنا فيما يخص استلام بعض المرافق.